يقرأ بفاتحة الكتاب في رواية بحكم الكتاب، ومن لم يقرأ بحكم الكتاب فصلاته خلافه. وهناك خلاف بين المذاهب في من كان في جماعة أو في غير جماعة، هل يتحملها الإمام أو لا يتحملها؟ والمقصود أن الصلاة لا بد أن يكون فيها قراءة الفاتحة من مأموم أو من إمام، وإلا فلا تصح الصلاة. والفاتحة نعمة من نعم الله التي خصت بها هذه الأمة، فإنه قد جاء أن الله سبحانه وتعالى جمع ما في الكتب السماوية كلها في كتابنا العزيز، في كتابه العزيز القرآن الفرقان، وأنه جمع ما في القرآن من الأسرار في فاتحة الكتاب. فالفاتحة والسبع المثاني هي حاوية بأسرار الكتاب العظيم، وأكرمنا أن نتلوها في كل صلاة، وسبحان الله لا تمل منها أبدا، كلما قرأتها كأنما تقرأها لأول مرة، لما أودعها الله سبحانه وتعالى من الأسرار العظيمة. فنحن في خلال هذه الدقائق والسويعة اللطيفة في يوم ساعة من أشرف الساعات، وهو فجر يوم الجمعة. فقد ذكر بعض العلماء أن أفضل صلاة بعد صلاة الجمعة فجر الجمعة، فهي ساعة مشهودة مباركة، نتذاكر نحن وإياكم فيها أجل شيء في ديننا وهو الصلاة، وأعظم ما في هذه الصلاة فاتحة الكتاب وأم القرآن. الحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين تكلمنا عنها البارحة في درس طويل، ولكن نذكر خلاصة له، أن الله سبحانه نقلنا الحمد، علمنا كيف نحمله، وجعل افتتاح خطابه لنا وخطابنا له ومناجاتنا له في كتابه العزيز وفي هذه الفاتحة الحمد لله. فالحمد كأنه مفتتح الفهم ومفتتح الخطاب ومفتتح السر والذوق والوجد. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد والحامل المحمود وحامل لواء الحمد وصاحب المقام المحمود عليه أفضل الصلاة والسلام، والحمد لله تملأ الميزان كما جاء في الحديث الصحيح. ونقول الحمد لله رب العالمين، فذكر هنا ربوبية الحق على العالمين إشارة إلى كل النعم التي أنعم بها الرب على كل العالمين من إنس وجن ومن ملائكة، على قولين ممن قال أن العالمين المقصود به العقلاء في هذا العالم وهم الأجناس الثلاثة ملائكة وبشر وجن، ومنهم من قال أن العالمين هو كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى في علاه. فالحق سبحانه وتعالى نعمه لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمه سبحانه وتعالى جليلة وعظيمة، فنحن لا نستطيع أن نحمد الله. قال بعض العلماء: ولأننا لا نستطيع أن نحمده حق حمده تولى سبحانه وتعالى حمد نفسه بنفسه، فلقننا هو سبحانه وتعالى الحمد. قال لنا: اقرأوا هذه في كتابي من كلامي الحمد لله رب العالمين. فهو أفضل الحمد وأجمل الحمد أن نحمد الله بهذا الحمد الذي هو افتتاح خطابه وفاتحة كتابه الحمد لله رب العالمين. فإذا حمدت الله وأدركت سر هذه النعمة وأدركت سر هذا التخصيص العظيم تقول: الرحمن الرحيم، تنغمس في بحر رحمة الله سبحانه وتعالى. فهو الرحمن الذي أوجدنا من العدم، والرحيم الذي أسبغ علينا النعم. فنتذكر أن النعم كلها جاءتنا برحمته سبحانه وتعالى، برحمته وصلت إلينا هذه النعم العظيمة. فنحن عندما نحمد الله بحمدنا له ننغمس في داخل بحار رحمته
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم نقول ملك يوم الدين. قال: واشهد نزول خاصية الرحمة في طورك، جلباب العصمة بثورك، وغيب في ملكيته الخاصة شعورك بطورك ملك يوم الدين، عند كشف عين اليقين ووضوح الحق المبين. فإذا قلنا ملك يوم الدين نشهد الملك لله سبحانه وتعالى، فيضمحل وجودنا وتضمحل قوانا وتضمحل رغباتنا وتنتهي التفاتاتنا، فنكون كلا شيء، لأننا في مملكة ملك الملوك سبحانه وتعالى في علاه، وهو الذي ينادي لمن الملك اليوم. فلقد جاء أن الله سبحانه وتعالى عندما يأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور فينفخ في الصور فتقبض أرواح جميع الخلائق، فيبقى ملك الموت ويبقى جبريل ويبقى ميكائيل ويبقى إسرافيل نافخ الصور، فيأمره الله أن يقبض روح جبريل وميكائيل، فيقبض أرواحهم ملك الموت، ثم يأمر الله ملك الموت أن يقبض روح إسرافيل، فيقبض روح إسرافيل، ثم يميت الله ملك الموت، فلا يبقى في الوجود حي، لا يبقى في الوجود حي، وينادي الحق سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ وليس في الوجود أحد، فيجيب عن نفسه: لله الواحد القهار. هذه الحقيقة هي الماضية، وهي اليوم، وهي غدا. اليوم لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نحن عدم، أصلنا عدم، ووجودنا معلق بإيجاد الله لنا، ولو أراد الله أن يعدمنا ويعدم العالم في أي لحظة لأعدمنا، ولعدنا عدما لا شيء. فإذا قلت ملك يوم الدين فاستغرق في عظمة ملكه. ولذلك نحن إذا أصبحنا الآن في الصباح واستيقظ الإنسان من نومه يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله. فإذا أصبحت وأنت تشهد أن الملك لله وأنك عبد، مشيت في مملكة ربك سبحانه وتعالى متأدبا، مشيت في مملكته وأنت عبد، تجد أن كل شيء هو من فعل الملك سبحانه وتعالى، وتعلم أنه لا يتصرف في هذه المملكة إلا هو سبحانه وتعالى ملك يوم الدين. قال: فإذا أفقت من دهشة الجلال فانهض على قلب العجز والإذلال، واشهد قيامهم بك في حالة الجمال، وقل: إياك نعبد. وهي آية عجيبة تخاطبه سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، حتى أنك تقدم ذكره على الوصف، فلا تقول: نعبدك يا رب، علمنا أن نقول: إياك نعبد، حتى في اللفظ علمنا كيف نتأدب. إياك يا رب نعبد، نحن نعبدك. وإذا قلت هذه الكلمة فكن فيها صادقا، لا تكن كاذبا، تقول: إياك نعبد، وفي قلبك عبادة الدينار والدرهم، وفي قلبك عبادة المظاهر والصور. فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: خسر عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخبيصة، قال: خسر وانتكس، وإذا شيك فلا انتكس. الذين يعبدون الدينار والذين يعبدون هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. بعض الناس يعبد الهوى فلا يعرف الخضوع للعلي الأعلى، يتطاول ويتعالى ويرى أنه هو أفضل من كل شيء وأنه أفضل من في الناس. المصلي إذا دخل في الصلاة يرى أنه أحقر الخلق وأصغر الخلق،
وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه في المسجد، فذكروا رجلاً كثير الجبال يحتقرون أنفسهم أمامه. عجيب، الصحابة يصفون رجل كثير الجبال حتى أنهم يعني يرونه يعني لا يبلغون شأنه ومكانه في العبادة. فبينهما هم يتحدثون عن الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل الرجل، فإذا به رجل عليه أثر الاجتهاد، جبهته من كثرة السجود كأنها مبرك الجمل، كأنها محل ركبة الجمل من كثرة ما يضغط بها على الأرض، وقد تأثرت بكثرة السجود، ودخل فهو يقطر من ماء الوضوء. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هذا هو الرجل الذي نقصده يا رسول الله. التفت إليه قال: أما إني أرى صفعة من الشيطان على وجهه. انظر بنور الله. فدخل الرجل وذهب هناك يصلي، ثم أقبل فسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا أصدقني القول، هل عندما دخلت المسجد حدثتك نفسك أنك أفضل من في المسجد؟ قال: اللهم نعم. لما دخل المسجد يرى نفسه لأنه كثير العبادة أنه أفضل واحد من الحاضرين. قال: أما إني رأيتها صفعة من الشيطان على وجهي. لا تعالي، الصلاة تدخل إليها خضوعا وانكسارا، وتناجي ربك فتقول: إياك نعبد، كرما منك وإحسانا ولطفا وامتنانا، وإياك نستعين. أنت لا تستطيع أن تعبد الله إلا إذا هو أعانك، فلذلك إذا أعلنت له عبوديتك له فأعلن له أنك غير مستطيع عليها إلا بمعونته هو كذلك. تمام التجرد. يا رب، أنا عبدك، وأنا لا أستطيع أن أكون عبدك فارقا إلا إذا أنت أعنتني منك وإليك. أنا ليس في يدي شيء، أنا أطلب عونك لأستطيع أن أؤدي عبادتك. تمام الأدب وتمام التجرد. إياك نعبد وإياك نستعين توكلا وإيقانا وتنويها وتبيانا، فحينئذ يسكن روحك ويعظم طمعك عندما تناجي الله. ولقد جاء في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فأقول مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين أقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. أنت حمدتني ومجدتني وأعلنت عبوديتك لي واستعانتك بي، فالآن اطلب ما تشاء. اطلب الآن بعد أن صرت حامدا لنعمتي وشاهدا لها، متأدبا مع عظمتي وممجدا لقدسي، وصرت معلنا لعبوديتك منكسرا في هذه العبودية تحتاجني مفتقرا إلي، الآن اطلب ما تشاء. طيب، العبد لو يقول الله تعالى لك اطلب، هيا اطلب ما تشاء، ستطلب وستطلب على قدر فهمك وعلى قدر عقلك وعلى قدر إمكانياتك، ستطلب النعيم، ستطلب الفردوس، ستطلب أشياء كثيرة. لكن علم الله سبحانه وتعالى أننا لا نحسن الطلب، فعلمنا هو ماذا نطلب، علمنا هو ماذا نطلب منه. له الحمد وله الشكر. أضرب لكم مثال: لو أن رجلا غنيا او ملكا غني وكريم، فجاءه رجل بدوي من الصحراء لا يعرف من الدنيا شيء، اعظم شيء عنده في الحياه الجمل والبعير، هذا افخم شيء يعرفه في حياته. فجاء هذا الرجل البدوي فقال له هذا الملك الكريم، قال له: اطلب ما تشاء. يقول: انا اريد 100 ناقه
ويقول يقول لبعض وزرائه وكذا علموه ماذا يطلب، علموه ماذا يطلب، كما كان الصحابه رضي الله عنهم اذا جاء الرجل العامي البدوي الاعرابي يعلمونه كيف يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يطلب، كيف يطلب الدعاء. فالحق سبحانه وتعالى علم اننا لو طلبنا سنطلب على قدر همتنا، فابتدانا هو فعلمنا باب الطلب، فتح الان لك باب الطلب وعلمك ماذا تطلب. تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، علمك كيف تطلب، تطلب الهدايه، لانها الهدايه الى الصراط المستقيم هي نعمه الله عظمى عليك. إذا هديت إلى الصراط المستقيم فقد أنعم عليك بالوصول إلى الله وحيازة رضوانه تعالى في علاه، وكنت على قدم حبيبه ومصطفاه. فإن هذا الصراط هو قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو منهجه ورسالته ورسالة الأنبياء الصراط المستقيم. فمن ثبت على الصراط المستقيم في الدنيا وهو المسلك المستقيم ثبت على الصراط الذي يمر فوق جهنم الى الجنه يوم القيامه. علمك ان تقول اهدنا الصراط المستقيم، ولانك ربما انك لا تعرف ما هو الصراط المستقيم عرفك باهله، فتقول صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال العارفون والعلماء أمرنا الله سبحانه وتعالى حتى ونحن في صلاتنا أن نستحضر عباد الله الصالحين وأن نذكر عباد الله الصالحين. الذي صراط الذين أنعمت عليهم، نسب الصراط إلى قوم، نسب الصراط إليهم، هؤلاء هم أهل هذا الصراط. فأنت إذا ذكرتهم في الفاتحة فتعلم أنه مطلوب منك محبتهم ومعرفة طريقهم. من هؤلاء؟ ذكرهم الله في آية أخرى، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قالوا ان هذه الايات ذكر بعض المفسرين في اسباب نزولها من ضمن الاقوال التي وردت فيها انها نزلت في ثوبان الصحابي الجليل. ثوبان صحابي محب كان يعشق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعد مده رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو نحيم ومصفر اللون كأنه مريض. لقيه فقال له صلى الله عليه وسلم: ما لي أراك يا ثوبان نحيل الجسد شاحب اللون مصفر الوجه؟ قال ثوبان جواب عجيب، قال: محبتك يا رسول الله الذي بي محبتك، لأن المحبة الصادقة لها حرارة في الفؤاد. سيدنا أبو بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم احترقت أحشاؤه كبدا على فراق رسول الله وشوقا، حتى كان يشم منه رائحة الكبد المشوي. في سيرته أنه ربما يمر بعض الناس بجانب بيتهم في المساء فيقولون: يا أهل مكة هل عندكم الليلة شواء؟ تشمون اليوم؟ فيقول: لا، هذه انفاس ابا بكر، انفاس احترقت احشاؤه سنتين ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثوبان قال: محبتك يا رسول الله. قال: وما ذاك يا ثوبان؟ قال: يا رسول الله اني اكون معك وبين يديك فارجع الى بيتي فلا افتر اشتاق اليك فاعود فانظر اليك. يروح الى بيته فيبقى في الليل مشتاق، ما يعني يصدق ان الفجر يطلع يجري الى المسجد فيسكن برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حب.
وإني يا رسول الله تذكرت الآخرة، تذكرت يوم القيامة، فقلت إن أنا دخلت النار وأنت يا رسول الله في الجنة فلن أراك. يا ثوبان، أنت الآن تفكر في النار والجنة ولا تفكر في كان إنك محمد تشوفه ولا ما تشوفه؟ قال أنا هذا همي. ثم إني قلت إن دخلت الجنة فسأكون في أسفلها وأنت يا رسول الله تكون في أعلاها فلا أراك. فهذا الذي نقص علي عيشي، تذكرت أنه يأتي يوم ما عاد أشوفك. يا ثوبان، حتى في الجنة لو دخلت الجنة إذا ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤتمك الجنة. قال لا، أنا أريد الجنة التي فيها حبيبي، أنا أريد أن أكون معك يا رسول الله. فقبل أن يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم نزل الوحي، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع. جاءت هذه المعية، قالوا كلمة مع هذه حرف مع ميم عين، هذه مع أذابت قلوب العاشقين وأطارت أرواحهم شوقا. قال ذاك الرجل لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بدوي أعرابي ما يعرف طريقة السؤال ولا لا، قال يا رسول الله المرء يحب القوم وأنى يلحق بهم؟ قال له المرء مع من أحب. يقول أنس بن مالك فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بمثل فرحنا بهذه الآية بهذا الحديث، أن المرء مع من أحب. أنا يقول وأنا الحمد لله أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن يحشرني الله معهم، ونحن وإياكم نحب رسول الله ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب رسول الله وآل بيت رسول الله ونحب عباد الله الصالحين ونرجو أن يحشرنا الله معهم. فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، استحضر أن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم إمامهم سيدنا محمد وهم موكب عظيم. هذا الموكب يجتمع يوم القيامة. تخيلوا في الجنة عندما يفد الوفد لرؤية وجه الله الكريم، يكون فيهم سيدنا محمد ويكون معه الأنبياء والمرسلين، هذا الخليل إبراهيم وهذا موسى الكريم وهذا عيسى وهذا نوح وهذا إبليس وهذا، وتجد هناك أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وتجد كبار أمة الإسلام مجتمعين كلهم، هذا الصف الضخم الفخم. ألا تحب أن تكون معهم مع هذه الزمرة؟ هنا علمك الله في كل صلاة أن تطلب أن تكون معهم. صراط اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، يا رب اجعلني معهم، اجعلني على طريقهم، اجعلني على سبيلهم. فإذا علمك الله أن تطلب هذا الطلب في كل فاتحة في كل ركعة، فذلك يلفت انتباهك أن يكون هذا شغل شاغل في حياتك، أن تبحث عن الصالحين وأن تسلك في طريقهم وفي منهجهم. فعلامة قبول الله لفاتحتك ولدعائك ستجد في قلبك مباشرة حب للصالحين، وتجد حبا لسرد طريقتهم وسلوكهم ومنهجهم وآدابهم وأخلاقهم، ورأس الصالحين والمهتدين والهادين هو حبيب الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فتطلب الهداية إلى الصراط المستقيم وتطلب البعد عن حال المغضوب عليهم المحرومين من اليهود والضالين من النصارى ومن المحرومين والمحجوبين والمطرودين من حضرة الله سبحانه وتعالى، فتطلب البعد عن هؤلاء. فانظر في فاتحة الكتاب، علمك الله تحب من وتبغض من، تميل إلى من وتعرض عن من. الحب في الله والبغض في الله من أبدأ على الإيمان، هكذا يقول لنا صلى الله عليه وسلم. ثم إذا ختمت هذه الفاتحة سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤمن فنقول آمين، وهذا التأمين معناه اللهم استجب، والمؤمن شريك الداعي. إذا دعا الداعي فأمنت تكون شريك في داعي، وهذه الدعوات دعوات جاءتنا من الله، ونحن عندما نؤمن عليها إنما نؤمن على دعوات جاءتنا من الله،
يستحيل أن تكون هذه الدعوات غير مستجابة. أذكر لكم معنى لطيفا وجميلا. الله سبحانه وتعالى هو الذي جاءنا بهذه الدعوة وقال بحكمها. هل تتخيل أن ربك يعلمك أن تطلب طلبا معينا، يقول لك اطلبني هذا الطلب، وهو يريد أن يمنعك إياه؟ هذا ليس وصف حتى صاحب مروءة من البشر. تخيل لو أنني قلت لك تعال تعال إلى مكتبي غدا واطلب مني كذا، وجئت إلى مكتبي فطلبت مني، قلت لك لا لا ما عجيب تخونني، أنت الذي قلت لي اطلب وأنا جئت على أمرك، فكيف تطلبني؟ فالله سبحانه وتعالى تعالى وجل عن أن يصد عبدا دعاه بطلب هو الذي أمره أن يطلبه منه. لكن حسن الظن ربما يغيب عنا أحيانا، فإذا وقفنا في الصلاة وقرأنا اهدنا الصراط المستقيم ينبغي أن نكون على يقين أن الله سبحانه وتعالى سيعطينا هذا الطلب. فإن الله عند ظن عبده بي، أنا عند ظن عبده بي فليظن بي ما شاء، هذا كلام ربنا في الحديث القدسي سبحانه وتعالى في علاه. فإذا أمنت فأمن على هذه الدعوات، وإذا أردت توسع عالمك توسع عالم مشاهدك العظيمة مع الله سبحانه وتعالى، فإذا أمنت فأمن عليها في تلاوتك أنت، وأمن عليها في تلاوة إمامك الذي يصلي. ويمكن أن توسع المشهد، يمكن نعم، ما هناك شيء يمنعنا أن نوسع مشهدنا في معاملة الله. يا إخواني، نحن نتعامل مع رب واسع، لا نتعامل مع خزانة بشر، لا نتعامل مع ميزانية دولة، لا نتعامل مع آلاف البترول ولا خزائن ذهب، نحن نتعامل مع كريم خزائنه لا تنفع. ومهما ظننت أنك وسعت الطلب فاعلم أن الله أوسعك، ومهما ظننت أنك أن طلبك كبير تأكد أن الله أكبر، ومهما اعتقدت أن مطالبك كثيرة فتأكد أن خيرات الله أكثر، فأنت لست بشيء. في الحديث القدسي، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد فطلب من كل منكم ما مسألة فأعطيت كل منكم ما سأل، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. خزانة الله وبحر كل الله جميعا. فيمكن أن توسع المشهد. كيف؟ أعجبني واحد إنسان عامي، والأمثلة دائما تقرب المعنى، إنسان عامي لكن قلبه مستنير جدا ومحب لله ورسوله جدا، قال لي يا شيخ مرة أنا ذهبت إلى الطواف باعتبار أننا في مكة والمدينة فقط قصصنا وأحوالنا لله الرحمن، قال لي أنا ذهبت إلى الطواف فلما دخلت المطاف أردت أن أطلب من الله وأن أسأل الله وأنا ما أعرف أطلب، فوقع في قلبي شيء عجيب، أريدك أن تجيبني عنه. فماذا حصل؟ قال أنا طفت سبع طوفات، في كل الطوفات التي أطوف فيها لا أقول إلا كلمة واحدة. عجيب، لماذا تقول؟ قال تقول آمين 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 آمين. إنسان عامي، وماذا كنت تستحضر في قلبك؟ قال أنا لما طفت قلت هنا طاف رسول الله ودعا، وهنا طاف الأنبياء ودعوا، وهنا طاف الصالحون ودعوا، فأنا أخذت أؤمن على دعواتهم التي دعوا بها هؤلاء، فهل هذا يصح مني؟ قلت له لقد أرشدك الله إلى سر عجيب، ألهمك الله معنى عجيبا. ومن يمنع الله أن يعطيك؟ من يمنع الله أن يعطيك ذلك؟ مهما وسعت
لهذا كان من دعوات رسول الله التي كان يدعو بها في جوف الليل، ورواها لنا ابن عباس أن من دعواته صلى الله عليه وسلم: اللهم ما أنعمت به على أحد من خلقك أو على أحد من عبادك فإني راغب إليك فيه وأسألك يا رب العالمين. ما من يا رب كل نعمة أنعمت بها على عبد من عبادك أو على خلق من مخلوقاتك أنا راغب لك فيه. من يمنع الله أن يؤتي كل شيء؟ بعض الناس يدعو يا رب، مثل ما ذكرت للإخوان قبل البارحة قديم ونحن صغار، واحد صاحبي لما كنا في الطريق أصابه صداع فقال: يا رب خفف عني الصداع بس مدة السفر. قلت: ليش مدة السفر؟ ما يقدر الله يشفيك طول العمر. إذا دعوتم الله فأجملوا في الطلب، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. لا تسأل من الله أشياء بسيطة فإنه سبحانه وتعالى يمكن أن يعطيك أشياء كثيرة، ولا تعامل ربك على أن كرمه مثل كرم الخلق. أنت عندما تذهب إلى شخص وتطلب منه شيء بسيط لأنك تعرف لو أنك طلبت شيء كبير ما يعطيك، فأنت تطلب. لو ذهبت إلى إنسان تاجر تطلب منه 100 دينار، لكن إذا طلبت إلى ملياردير كبير فتطلب منه 10,000. فإذا طلبت إلى واحد ملك معه خزائن كثيرة تطلب منه يمكن يعني تتجرأ فتطلب منه 1,000,000. فأنت دائما تطلب على حسب حال الذي أمامك، تجس نبضه، إذا هو كريم وخزائنه مليان تطلب كثير وإلا تخفف. أنت الآن ستطلب من الذي خزائنه لا تنفذ ويعطي بلا حساب. ليش تحدد؟ ليش تقصر؟ اطلب ما تشاء. فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم فاطلب الهداية التي كان والقدم التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اطلب أن من الله أن يهديك هداية كاملة حتى تكون على قدم رسول الله وعلى سير رسول الله بالكمال، فتكون كاملا في عبادتك، تكون وارثا له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا قرأنا الفاتحة على مثل هذا النحو من مثل هذه المعاني التي ذكرناها تتحول صلاتنا إلى صلاة أخرى، يتحول حضورنا إلى حضور آخر، وتستشعر حلاوة وأنت تتلو هذه الفاتحة، وتستشعر حلاوة وأنت تسمع هذه الفاتحة من الإمام. يا إخوان، إن لله سبحانه وتعالى عبادا، وهذا ليس كلام مجازفة، إن لله سبحانه وتعالى عبادا، كلما قرأوا الفاتحة فتح الله لهم فيها بمعان جديدة قلوبهم مستنيرة. يقول الإمام علي كرم الله وجهه: لو أردت أن أتكلم عن بسم الله الرحمن الرحيم لأوقرت 70 بعيرا من الكتب. ما هذه العلوم؟ هذه العلوم من قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم. تخيل لما يقول فلان تخرج من الجامعة الفلانية، يقول هذه الجامعة مشهورة تخرجيها علماء، لما يقال فلان شيخه فلان ما تستغرب انه عالم جليل، لان يعني شيخه معلم عادل فضل. فكيف لما يقول فلان الله يعلمه من لدنه وعلمناه من لدنا علما، كم تعتقد هذا كان سيكون؟ سيهبه الله يعني ميموري 10 جيجا من المعلومات، 100 جيجا من المعلومات سيخزن في عقلك او في قلبك؟ كم هذه المعلومات التي يمكن للحق ان يشحنها في صدره شحنه واحده؟ الله تعالى يلهم العبد: واتقوا الله ويعلمهم الله فيما ذكر عن رجل من الصالحين اسمه حسن جمل الليل من اهل البيت رسول الله من الصالحين من اهل السنه من المتقدمين. حكى تلميذه كان يخدمه دائما يجلس معه بالليل في قال: قام الشيخ في ليلة من الليالي وهو يصلي في تهجده، يقول: فقال وهو يصلي في تهجده
آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فلما قرأ هذه الآية استلذ بشرب سر من أسرار الوداد، لأنهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والله تعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن. والرجاء من الذين آمنوا وعملوا الصالحات فذاق شيئا من هذا الوداد. فأعاد الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فذاق معنى غير الأول. عجيب. فكرر الآية ثم أخذ يكرر كلمة ودا 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 حتى طلع الفجر. فبقي في هذه الآية مسكت معاه طول الليل على الآية. مسكت الآية معنا. تلميذه بعد الفجر قال له: سيدي البارحة سمعت طول الليل ودا ودا ودا، ايش القصة؟ قال له: أنت سمعت هذا؟ قال: نعم. قال: أخبرك ولا تخبر أحدا في حياتي. قال له: نعم. قال له: إني لما قرأتها أذاقني الله معنى من ودائي، فكررتها فأذاقني معنى آخر، فكلما نطقت بها أذاقني الله معنى أوسع من المعنى الذي قبله وأحلى منه، فلا زلت طول الليل وأنا أتكلم في ولاد الله. حبيب وعيد الله سبحانه، هذه موجودة في خزائن الله، خلونا نبحث عنها يا إخواني، خلونا ندور عليها، نسعى إليها، نقوم بالتفتيش على هذه الأسرار في وسط كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه وهاب عظيم جل جلاله وتعالى في عظمته. وكم من مثل هذه الأحوال الشريفة تكون لهؤلاء العباد من الصالحين، وهي بمحض فضل منه سبحانه وتعالى في علاه. فنحن ربما الواحد منا له سنوات تقرأ الفاتحة هي هي، ما زاد في معناها ولا في فهمها ولا في ذوقها سنوات. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي لنا أن نفتش في أنفسنا، ما الذي حجبنا عن هذا النور؟ ما الذي حجبنا عن أن تذرف دموعنا عندما نتلو القرآن؟ ما الذي حجبنا عن أن نستلذ بهذه المعاني أو نجدها؟ ستجد هناك موانع وعواثم، إما معاصي وذنوب، وإما غفلة، وإما كبر، وإما انشغال بالخلق. فحرم أن تزكي نفسك وتطهرها شيئا فشيئا، وأن تكلف نفسك بالحضور مع الله سبحانه وتعالى في الصلاة حتى تتفتح لك هذه الأبواب. فلو بدأت تلوم ستعرف أن الدنيا هذه صغيرة أمام قطرة واحدة تذوقها من حلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. سيصغر كل الحلاوات لو جمعوا لك حلاوات الدنيا وأطعمة الدنيا الشهية كلها، لما كانت تساوي قطرة أو نفسا واحدا من أنفاس وأنت تذوق حلاوة الصلة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى في علاه. فلا يزال الحق سبحانه يذيق عباده من هذه المعاني الجميلة الجليلة اللطيفة التي يلاطفهم بها سبحانه وتعالى ليتميز المتقون عن غيرهم. فإذا لم يتميز العبد التقي المستقيم القائم الليل الصائم النهار الذي يغض عينه عن المحرمات ويمسك لسانه عن المحرمات والغيبة والكذب، ويمسك يده عن أن يأخذ الحرام أو أن يؤذي الناس، ويمسك فرجه عن الفواحش، هذا العبد الذي مثلا سكى نفسه وحفظ نفسه من اجل الله، هل ممكن ان يكون مثل الانسان العالي؟ مستحيل مستحيل. لا شك ان هذا الانسان سيعطيه الله شيء غير الاشياء التي مع الناس. ولو كنا نظن ان العلم هو كل ما هو موجود في الكتب لحقرنا من شان فضل الله، لحقرنا من شان فضل الله، لأن العلوم الموجودة في الكتب موجودة عند الكفار. بعض المستشرقين كان يحفظ البخاري عن ظهر قلب، نحن لا نحفظ البخاري عن ظهر قلب. مستشرق نصراني يحفظه عن ظهر قلب، لأنه باحث ويدرس هذه العلوم لغرض عنده. لكن
تقوى مفتاح للعلوم اللدنية. الفرقان الذي يفرق به المؤمن بين الحق وبين الباطل هو نور يهبه الله سبحانه وتعالى لمن اتقاه ولمن عبده حق عبادته جل جلاله وتعالى في عظمته. فيا إخواني، نحن وإياكم مصلون وناتي المساجد والحمد لله، وهذه كثير من ينبغي أن نشكرها، فإن كثيرا من الناس نائمون الآن، بعضهم لم يصل الفجر، وبعضهم لا يبالي بالصلاة، وبعضهم ربما صلى صلاة هكذا كما تعدت. وأنا وأنتم أكرمنا أننا نخرج إلى المسجد ونصلي ونجتمع على الذكر، فنجلس في المصلى، ومن جلس في المصلى بعد الفجر حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين فكان ذلك له يعني حجة وعمرة تامة بقول الصادق صلى الله عليه وسلم. وفوق هذا نتدارس العلم ونذكر الله، واحدة منها عطية كبيرة من عطايا الله التي لا يقدر لها ذنب. فما دام أننا قد سعينا ومشينا وأتينا، فلنغترف من بحر الله غرفة كبيرة. لو قيل لكم أن عند باب هذا المسجد رجل يقسم من الذهب، وكل واحد يأتي بالإناء الذي معه سيضرب لك في إناء، فيمكن واحد يأتي بقصعة صغيرة فيضع له قصعة، ويمكن واحد يأتي فيرفع ثوبه فيملأ له على قلب ثوبه، ويمكن واحد ذكي يخرج فيأتي بسيارته فيملأ له سيارة، ويمكن واحد أذكى فيذهب فيستأجر شاحنة فيأتي بشاحنة فيملأ له شاحنته. أي أكبر صندوق معك هاته سأملأه لك. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعطي العطاء كثير، لماذا أنت تطلب كثير وتأتي بإناء صغير؟ ولا تقنع بأقداح صغار، فساقي القوم هو رب الأنام. هات وسع مشهدك وافتح قلبك واطلب من الله الكثير، فإنه يعطي سبحانه وتعالى ولا يبالي، يحسن ولا يبالي. كم حول الله من حال إلى حال في طرفة عين، وإن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا تتعرضوا لها. يا أيها الإخوان، إن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يظهر تجليات صفاته في كل لحظة من لحظات هذا العالم. فالله سبحانه وتعالى المعطي، فلا بد أن يظهر في كل نفس من الأنفاس مظهرا من مظاهر عطاء، وتجليا من تجليات عطاء، فاجعل لك تعرضا لهذا العطاء حتى يعطيك. وإذا أعطاك أعطاك، يعطي عطاء عظيما، يعطي عطاء كبيرا. إذا كان حبيبه صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فرب الحبيب كيف يعطي عطاء عظيما لا حد له ولا قدر له. وكم من عبد لا يبالى به، ضعيف مسكين فقير ليس معه علم كثير، يكرمه الله سبحانه وتعالى ويغلق عليه بسبب انكساره على بابه. كان احد الصالحين كان لا يعرف العلم ولا يعرف، انسان بسيط، وصار من عباد الله الصالحين. جاء بعض الناس قال فلان نعم، كيف وصلت إلى ما أنت عليه الآن من هذا العلم ومن هذا النور ومن هذه الحالة العجيبة، والناس يأتون يتفرقون عندك وأنت فرحان به؟ قال بكيت على باب ربي ساعة فأعطاني. قالوا من أين لك هذا؟ بكيت على باب ربي ساعة فأعطاني وعلمني. هكذا كان حال هؤلاء العباد من الصالحين، فأكرموا من فضله ومن فيض إحسانه سبحانه وتعالى بما لا يكيف وما لا يوصف. ومجالسنا هذه روضة من رياض الجنة. من الذي قال هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم من رياض
وارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. الجنة ما وصفها؟ الجنة وصفها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الآن هذا المجلس الذي أنتم فيه فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رسولنا صلى الله عليه وسلم قال هذه روضة من رياض الجنة، إذا فيها نعيم. ما هو هذا النعيم؟ قالوا النعيم الذي يكون في الدنيا نعيم المعرفة بالله. يروى أن الإمام علي قال مساكين أهل الدنيا يخرجون من الدنيا ولم يذوقوا أحلى ما فيها. واحد يعيش في الدنيا ويخرج ما ذاق أحلى شيء في الدنيا. إيش أحلى شيء في الدنيا؟ السياحة وإلا الزواج وإلا المال. أحلى شيء في الدنيا معرفة الله. فاحذر أن تخرج من الدنيا وأنت لم تدرك نصيبا من معرفتك لله سبحانه وتعالى في علاه، فإن معرفته والقرب منه سبحانه وتعالى منة فوق كل منن وعطية فوق كل العطايا ورضوان من الله أكبر. فوق نعيم الجنة وحورها وقصورها وأنهارها وأشجارها هذا نعيم عظيم. فلو رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا هذا نعيم كبير، لكن ورضوان من الله أكبر. رضوان الله أكبر من كل نعيم الجنة. عندما ينازل قلبك سر رضوانه هو شيء عجيب، وسر هذا الرضوان تبدأ آثاره من الدنيا. يشعر العبد بشيء من هذا الرضا الذي تنازل نفحاته قلب العبد المؤمن وهو في صلاته وهو في سجدته وهو على باب ربه. سيأتينا وإياكم شهر شعبان المبارك، وسيأتي بعده شهر رمضان، ستفتح لنا ولكم أبواب الجنان، وهي فرصة للتغيير، فرصة أن يتحول الواحد منا من حالة المعني إلى حالة القرب، من حالة الغفلة إلى حالة اليقظة. فرصة في هذه الأيام أن تكون من عباد الله الصالحين. قال بعض المشايخ يمكن في ساعة واحدة أن لا تقوم من مجلسك إلا وقد كتب اسمك كتب في ديوان أولياء الله. كيف هذا؟ التوبة صادقة تحدثها وأنت جالس الآن إذا قبلها الله منك انصرفت وأنت من أوليائه. عندك مشكلات في بعض المعاصي، انوي الآن أنك ما تعود إليها وأنك تهدي منها، خلاص. ما تخرج من باب المسجد هذا إلا وأنوار الولاية قد لاحت عليك. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة نصوحا، طهرنا بها قلبا وجسما وسرا وروحا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنك تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات. اقبل يا مولانا توبتنا، واقبل يا مولانا أوبتنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أظهرنا وما أبطنا وما علمنا وما أعلم به منا. اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا وعلى هؤلاء الحاضرين توبة لا ننقض وعد عهدها ولا نخلف وعدها ولا نرجع إلى المعاصي بعدها. اللهم إنك إن شئت أن تثبت عبدا على طريق الهدى ثبته. إلهنا وسيدنا، وإنك أكرمتنا بساعة تدارسنا فيها معنى سر الطلب من حضرتك بمعنى الهداية التي تهدي بها من تشاء. وأنت الذي قلت لحبيبك فإنك لا تهدي من تشاء ولكن وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وإنا يا مولانا نسألك أن تجري مشيئتك فينا في هذه الساعة بالهداية لنا. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم
اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم انا نسألك ان تكشف عنا الضر، وان تدفع عنا الشر، وان تصلح ظاهرنا وباطننا. اللهم اصلح سرائرنا، واجعل علانيتنا صالحه. اللهم انا نسألك ان تعطينا من خير ما سألك منه عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعبادك الصالحون، ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعبادك الصالحون. يا رب لا ترد لنا طلب وقد وقفنا على بابك يا رب. اللهم انا لائمون ببابك، نازلون باعتابك، طالبون في رحابك، متجهون الى رفيع جنابك. حاشاك ان ترد عبدا وقف لك بالباب، حاشاك ان تطرد من لاذ لك بهذه الاعذار. انت الكريم العظيم، اللهم انت الاله الكريم العظيم يا رب، انت الخالق الرزاق الكريم يا رب العالمين، يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. وقفنا ببابك بذلتنا وبمسكنتنا وبحاجتنا، نحن افقر العباد اليك واذل الخلق بين يديك. يا رب العالمين، دعاك الداعون من قبلنا فاجبتهم، وانا يا مولانا ندعوك فاجبنا كما اجبت من دعاك ممن سلف من هذه الامه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نرفع اليك ايدي حاجتنا، فلا تردنها يا رب خائبه، فبحر جودك يروي كل من يرد. وقفنا بالذله، وقفنا بالمسكنه، وقفنا بالحاجه، رفعنا اليك ايدينا. رجاؤنا فيك انك لا تخيبنا، ورجاؤنا فيك انك لا تردنا. اللهم انا لنا مطالب كثيره وجودك اكثر، وان لنا فيك حاجات كبيره وعطاؤك اكبر، وان لنا فيك يا مولانا امالا طويله وجودك وتطولك علينا اطول، وانا يا مولانا مستمرون اليك، طالعون اليك، خاشعون بين يديك. نسالك مساله المسكين، مساله من ذلت لك رقبته وخضع لك جبينه وعلم ان ليس له اله سواك، يغفر الذنب ويستر العيب. يا رب لا ملجا ولا منجا منك الا اليك، عبادك اذا خفنا منهم هربنا منهم، واما انت يا رب اذا خفنا منك فاين نهرب الا اليك. إليك بلادنا وإليه بك معادنا وإلى بابك هروبنا. هذه ساعة من ساعات إحسانك في هذا اليوم المبارك، في هذا الشهر الكريم، في يوم الجمعة. نسألك اللهم أن تجمع قلوبنا عليك، إلهنا وسيدنا. أقسمنا عليك ألا نقوم من مجلسنا هذا إلا وقد غشيتنا من رحمتك ومن عطاياك ومن منحك ومن دلائل فضلك ما نسعد به يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا، وإنا نسألك أن تسعدنا وهؤلاء، وتسعد أولادنا، وتسعد بناتنا، وتسعد جيراننا، وتسعد قراباتنا وأحبابنا وأصحابنا، وأن تسعد أهل هذه البلاد والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا، لو وقفنا على باب كريم من عبادك نضرع ونطلب ونتمسكن لأعطانا، فكيف بك وأنت أكرم الأكرمين؟ فكيف بك وأنت أرحم الراحمين؟ فكيف بك وأنت أول الأولين؟ يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا أرحم الراحمين، ويا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، ارحمنا برحمتك وجميع المسلمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فالمذنب العاصي إلى من يرجع؟ حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجدر والمواهب أوسع. يا حي يا قيوم، كل الذي يرجون فضلك أمطر. حاشا لجودك أن نرجع خائبين أو خاسرين أو ناقصين. ظننا فيك يا رب أنك لا تقيمنا من مجلسنا إلا بذنوب مغفورة وبعيوب مستورة. إلهنا لنا ولإخواننا هؤلاء مطالب في داخل صدورنا وفي داخل ضمائرنا، لا يضطجع عليها أحد إلا أنت، ولا يراها أحد سواك، ولا يقدر على قضاءها أحد في القلب إلا أنت يا خالق القلب.
وتسلي ما حصل عليه وأن تبلغه منا سلاما يسر به قلبه الشريف ونحوز بذلك يا مولانا في محضرته المنزلة ونكون من أقرب الناس إليه في فراديس الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله يا الله يا الله يا من لا يدعى بهذا الاسم أحد سواه يا حي يا قيوم يا غوثاء يا ذكاء يا غاية منتهى يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
يكي يا رب حاول لا نخرج حتى يصلي كل واحد منا أقل شيء ركعتين لتكتب له ثواب الحج والعمرة التامتين بشهادة وتأكيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل الله أن يكرمنا في المستقبل من الأيام أن نواظب على هذه السنة التي يواظب عليها كثير من أهل البلاد الإسلامية وخاصة أهل المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ورب إن شاء الله يكرمنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إن شاء الله يكثر من أمثال اللقاءات هذه، إن شاء الله من ضيوفنا أهل اليمن وأهل الأنوار وأهل الصلة بالحبيب المختار إلى هذه البلاد التي بفضل الله سبحانه وتعالى شيوخنا وآباؤنا وسلفنا الصالح في هذا البلد هم لديهم من هذا النور الذي نسأل الله عز وجل أن يرجعه إلينا وأن يسري نوره فينا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله من شر